قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و 20.25% و 19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن القيادة السياسية تقدم الدعم الكامل لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بجميع أنواعها. جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع وفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة. وإلى أخبار البورصة المصرية، حيث أنهت سوق المال المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات تقترب من ملياري جنيه. وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه. أما عن مؤشرات البورصة، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 20,080 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 وذلك بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 3,828 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 5,675 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، فارتفعت أسعار النفط مع ظهور علامات على شح الإمدادات في ظل تراجع المخزونات لدى أكبر مركز تخزين أمريكي نحو مستويات حرجة، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 98% وذلك لتصل إلى 94.45 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.3% إلى 90.83 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.81% لتصل إلى 3.36 دولارات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4% لتسجل 2.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي انكمش بشدة في الربع الثاني من العام، حيث عوض الفائض في الخدمات والدخل الرئيسي نقصا في السلع. وأضافت وزارة التجارة أن عجز الميزان الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد انكمش بنسبة 1.1% إلى 212.1 مليار في الربع الثاني. ومثلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس النسبة في الربع الأول.